في الفترة الأخيرة أوبو كانت بتنزل كل أجهزتها تحت اسم السيلفي إكسبرت أو خبير السيلفي، ولكن آخر جهاز نزلته كان الأوبو A71 ما اشتغلش على النقطة دي في الدعاية وما اتكلمش عنها خالص، فخلونا نعرف إيه اللي بيميز الجهاز دوت. التصميم بتاع الجهاز مش مختلف كتير عن باقي أجهزة أوبو، نفس الشكل تقريبا ونفس الخامات الممتازة اللي هما بيستعملوها كل مرة بصراحة. الحواف بتيجي راوندد أكتر أو مدورة أكتر، وده بيسهل لك إنك تمسكه بإيد واحدة، خصوصا إن هو حجمه صغير أصلا مش كبير قوي. ولكنه للأسف بيفتقر لميزة مهمة جدا موجودة في كل الأجهزة دلوقتي في الفئة اللي هو فيها، هو الهوم بوتون اللي بيبقى فيه الفينجر برينت سنسور. كان ممكن يشيلوا الهوم بوتون بالنسبة لي ويحتفظوا بالفينجر برينت سنسور ورا وما كانش هيكون عندي أي مشاكل في دوت، ولكن كونهم إن هم شالوا الفينجر برينت سنسور بالهوم بوتون بالكامل دي حاجة ضايقتني الحقيقة. لكن بعيدا عن النقطة ديت، فبصراحة هو أحد أكتر التصميمات اللي عجبتني جدا في الفئة اللي هو فيها. شاشة 5.2 إنش هي اللي بتسهل إن الجهاز يكون حجمه صغير في الإيد، نوعها IPS بجودة 282 بيكسل بير انش، جودة زي دي كنت افضل ان انا اشوفها بصراحة بتتعدى 400 بيكسل بير انش، 401 407 كلها ديت الارقام اللي احنا متعودين عليها في الفئة ديت، انما 282 بيكسل بير انش بالنسبة لي صراحة كنت شايفها ان هي قليلة شوية. ممكن الوان الشاشة تكون كويسة وممكن تكون الاضاءة بتاعتها كويسة، ولكن بالتأكيد كانت محتاجة تكون شغالة بي بي اي اعلى من كده او بيكسل بير انش اعلى من كده شوية. بالنسبة لواجهة المستخدم، فالجهاز ده شغال بالكالر او اس 3.1 المبنية على اندرويد نوغا 7.1.1. ديت حاجة بسطتني جدا من اوبو وما كنتش متوقعة منها. اوبو دايما بتنزل موبايلاتها بفيرجن قديم من اندرويد شوية، ما بتهتمش بالتحديثات بتاعته، بتهتم بتحديث الكالر او اس نفسه. فجهاز زي دوت من اوبو كنت متوقع ان هي تنزله بمارشميلو، ولكن ان هي تنزله بنوغا دي حاجة تعتبر كويسة، رغم انه اوريو بدأ ينتشر وبدأ يظهر شوية، ولكن لسه برضو عدد المستخدمين بتاعه قليلين قوي، فطبعا كان مستحيل ان هي تنزله باوريو دلوقتي. حاجة كويسة من الشركة ان هي تبتدي تركز على الاندرويد فيرجن ان هو يكون جديد شوية. الشركة تقريبا ملهاش حتى جهاز شغال بمارشميلو في مصر غير جهاز واحد او جهازين، ولكن اتمنى ان هي تكمل الخطوة ديت وتحدث الاجهزة القديمة للنوغا كمان، وتحدث الجهاز دوت قدام للاوريو. اما حتى الان فانا راضي جدا عن الواجهة بالشكل دوت. واجهة المستخدم نفسها ظهر فيها بعض التغييرات، الايكون باكس شكلها اختلف شوية ولكن مش بشكل كبير قوي عن اللي احنا متعودين عليه في اجهزة اوبو. اما الحاجة اللي هتاخد بالك ان بقى في فرق كبير فيها، هو ان بقى عندك كنترول سنتر زي الاي او اس، رغم الشبه الكبير جدا ما بين الكالر او اس والاي او اس في الشبه قبل كده، ولكن كانت النوتيفيكيشنز وكل حاجة بتظهر من خلال النوتيفيكيشن بانل اللي انت بتشدها من فوق. دلوقتي في الكالر او اس 3.1 المبني على اندرويد نوغا 7.1 بقى عامل زي الاي او اس بالظبط، النوتيفيكيشن بتظهر لك من فوق، ولكن عندك كنترول سنتر تتحكم في باقي الحاجات فيه من تحت زي البرايتنس وانك تفتح الفلاش مثلا او الواي فاي او تفتح وتقفل الموبايل داتا. بطاريه الجهاز هي بطاريه 3000 ملي امبير، رغم ان هي بتاخد معايا وقت طويل شويه ان هي تشحن، كانت بتاخد اكتر من ساعتين ونص ان هي تشحن معايا من 0% ل 100%، ولكن كنت بحس بمردود دوت في الاستعمال العملي. الجهاز فعلا كان بيكمل معايا اليوم كله مستريح، خصوصا ان هو الاس او سي بتاعته والشاشه بتاعته مش اقوياء قوي، فما كانوش بيستهلكوا من البطاريه بتاعت الجهاز جامد. بالنسبه للاس او سي او البروسيسور فهو ميديا تك 6750، كنت اتمنى ان هم يكملوا في السلسله ديت بسناب دراجون وينزلوا زي الاوبو اي 57 السناب دراجون 435 على الاقل، ولكن للاسف دوت ما حصلش ونزلوه بميديا تك 6750 اللي بنشوفه في فئات اقل من كده بشكل ملحوظ. عارف ان واجهه اوبو ما بتستهلكش قوي من القوه بتاعه البروسيسور او قوه قوي بتاعه الاس او سي لانها واجهه خفيفه، ولكن دوت ما يمنعش ان بروسيسور زي دوت مش هيكون كويس قوي في العاب ثقيله ومش هيفيدك قوي فيها. الاستعمال العادي مش هيكون عندك فيه اي مشاكل زيه زي اي اس او سي تانيه، ولكن لما تبتدي تقل شغل عليها تبتدي تاخد بالك ان هو فعلا مش كافي وكان المفروض يكون اقوى من كده شويه في رايي. مع 3 جيجا بايت رام مش هتحس بمشكله وانت بتتنقل ما بين ابلكيشن للتاني، كافي جدا بالنسبه لي للفئه ديت ان هو يكون شغال ب 3 جيجا بايت رام، لانك مش هتحتاج اكتر من كده بصراحه في رايي. اما اللي مش كافي واللي كان محتاج يكون اكتر شويه في 2017 هو الروم او الذاكره الداخليه. الذاكره الداخليه بتاعت الجهاز 16 جيجا بايت، شخصيا قلتها قبل كده وشايف ان 16 جيجا بايت تعتبر صغير جدا بالنسبه لي في 2017، ممكن تكون بالنسبه لناس ثانيه كتير كافيه، اما بالنسبه لاغلبيه الناس فكنت افضل ان انا اشوف الجهاز زي دوت شغال ب 32 جيجا بايت ذاكره داخليه مش 16 جيجا بايت ذاكره داخليه. الكاميرا الخلفيه 13 ميجا بكسل مع ابرتشر f2.2، والكاميرا الاماميه 5 ميجا بكسل مع ابرتشر f2.4. دي بعض الصور اللي انا خدتها بالكاميرتين، وهسيب لكم انتم الحكم بالكامل على الكاميرتين دول.
ما تنساش تعمل لايك لصفحتي على الفيسبوك، سبسكرايب لقناه يوتيوب، اكتب لي رايك في الجهاز نفسه في الكومنتات، ولو حابب تسال عن اي حاجه او تستفسر عن اي حاجه هرد عليك في اقرب فرصه ان شاء الله. كان معاكم احمد كمان من AK Review، استنى في الفيديو الجاي.